أول لقب مع سيتي حققته بعد شهر عن انضمامي، توجنا حينها بلقب الدرع الخيرية وفزنا أمام تشيلسي، كان أول لقب لي ذلك الموسم. لنكون واقعيين، لقد فزنا بجميع الألقاب الممكنة، كأس الاتحاد والرابطة بعدها ولقب البطولة، وفي نهاية الموسم وجدت نفسي متوجا بأربعة ألقاب. في ليستر سيتي كان احتفالنا بلقب البطولة جنونيا.